حياكم الله أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله يا أهل الرافدين إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، لأنهم آمنوا بقدراتهم بإمكانياتهم بالتفافهم حول فكرة سامية الهدف، ولأن الأفكار العظيمة تبدأ بفكرة واعدة يتحلق حولها العارفون بالضوء، الموقنون أنهم قادرون على صناعة الفارق، لأنهم هكذا كانت الجمعية الدولية للشعراء العرب واقعا حقيقيا في المغترب في بلاد المهجر في تركيا، بحاجة إلى من يسرج في زيتها أو في قناديلها زيتا. مشاهدينا الكرام، نستضيف في هذه الحلقة الخاصة من بيت القصيد الشاعر السوري حسين العبد الله ابن مدينة دير الزور والمدير التنفيذي لدى الجمعية الدولية للشعراء العرب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشعر العربي إسطنبول في دورته الجديدة، دورته الثانية. حياكم الله أستاذ حسين، وأهلا بك مجددا على بيت القصيد. حياكم الله أستاذ مصطفى، بارك الله بكم، وشكرا لقناة الرافدين القريبة من القلب على الاستضافة ربما الثالثة هنا. هذا واجبنا. سعيد أن أكون بينكم، وشكرا على هذه المقدمة، وأنت من أهل هذا المشروع الكبير. أشكر. ولا شك أستاذنا أستاذ مصطفى رئيس الجمعية، واجبي أن أقدمك الآن كما قدمتني. هذا واجبي أن أقدمك. الله يبارك فيكم، نسأل الله التوفيق والنجاح والسداد بمعية كل القلوب التي اجتمعت من حولنا ولله الحمد. إن شاء الله. أستاذ حسين، بداية لو أردنا أن نتحدث عن المقارنة، يعني بداية كان المهرجان الأول للجمعية الدولية للشعراء العرب التي نشأت في بلاد المهجر هنا في تركيا، بدأتم بمهرجان الشعر العربي ثم انطلقتم إلى ربيع قوافي ثم فعالية ثالثة، والآن وصلتم إلى الدورة الثانية من المهرجان الذي أصبح محفلا سنويا، مهرجان الشعر العربي بدورته الثانية. الدورة الأولى تقريبا كان بها 5 ضيوف من الخارج، هذه الدورة حدثنا عن عدد الضيوف من الخارج ومقارنة ما بين الدورة الحالية والدورة الماضية. حقيقة هناك فروق كبيرة ما بين الدورة الأولى والثانية. الدورة الأولى كانت انطلاقة لشبه حلم، كنا نتحدث هل يتحقق هذا الحلم أم لا. نعم. والحمد لله تحقق بما يفوق حتى توقعاتنا ربما وآمنا. ولكن عندما انطلقنا فيما بعد المهرجان الأول كانت انطلاقة مختلفة جدا، كان هناك عزيمة، كان هناك قاعدة، هناك أرضية ننطلق من عتبتها إلى ما هو قادم، وهذه الانطلاقة الحمد لله كما تفضلتم كان هناك ربيع القوافي وذاكرة القرنفل، والآن كنا على أعتاب المهرجان. المهرجان أقمناه في السنة الماضية في شهر نوفمبر شهر 11. نعم. ولكن توافد شعراء من كافة الوطن العربي والهمم العالية التي رأيناها ورغبتهم بأن فعلا يحضروا في هذا المهرجان ويشاركوا به جعلنا فعلا حتى نقدم المهرجان إلى هذا الشهر، مع أن الترتيبات والتحضيرات تحتاج صراحة جهدا مكثفا وعملا على الأرض كبير جدا، فكان القرار أن ننطلق في شهر أيلول، وربما لأيلول عندي شخصيا ذكريات كثيرة ومعنى خاص، يعني أخذ ثواني للحديث ليس عن أيلول ولكن شغلنا في المهرجان وانشغالنا به أخذني صراحة حتى عن العائلة في أيلول. أنا أحبه. نعم. لأنه افتتاح المدارس عند كل الشعوب تقريبا. نعم. ولكن أكرمني الله برحمة في 15 أيلول ابنتي و14 أيلول مولد حتى رحيق ابنتي الثانية، يحفظهم الله سبحان الله. فلم أحتفل بميلادهما، سأهديهما بيتين كتبتهما وأنا في قادم إلى هنا، إلى الصغرى في أيلول أيضا ما شاء الله، حفظهم الله جميعا وجميع أولادنا بإذن الله الكريم، فأقول لهم هدية على الهواء. تفضل. بدلا من هدية قصرت في أن أقدمها، عذرا بنياتي إذا لم أهديكم إلا الفؤاد مرصعا بعقيقي، فعلى يمين القلب عرشك رحمتي وعلى يسار القلب عرش رحيقي. جميل، الله يبارك فيكم. جميل هذا المعنى، هدية تخطف بها. هو هدية يعني بدلا من تقصيرنا ليلة أمس، أنا لم أحضر معهم حتى احتفالهم بعيد ميلادهم صراحة. أنت تحاول أن تمتص غضبتهم بمثل. نعم. هذه الأبيات البسيطة والعميقة في نفس الوقت. دعنا نتحدث عن ما تتطلعون إليه من صدى بعد هذا المهرجان في الدائرة، أو دعنا نقول في مجلس الإدارة الذي يضم عددا من الزملاء لديكم، لك أن تتحدث عنهم الآن وأن تتحدث عما تتطلعون إلى تحقيقه معا. بداية على ذكر المجموعة الرائعة التي أعتز أن أكون فردا منها، ربما نذكرهم في عجالة ابتداء من
حضرة الأستاذ مصطفى مطر رئيس الجمعية الدولية لشعراء العرب. نحن طبعا شكلنا لجنة مؤقتة هي اللجنة العليا لتنظيم المهرجان، اللجنة العليا للمنظم المهرجان مهرجان الشعر العربي الدورة الثانية. شرفني الأحبة باختيارني رئيسا له، وهذا منصب تشريفي، كلنا إن شاء الله أعمدة في هذا المشروع. نعم. لدينا الأستاذ أنس دغيم شاعرنا الحبيب مدير المهرجان، الأعضاء الأحبة معي وكلهم أعمدة، أذكرهم فردا فردا، الأحبة عبد الرحمن أبو راس، إبراهيم جعفر، حسام نصر الله، معنا الأستاذة ريمة حمود، معنا الأستاذة لميس الرحبي، لا أدري إذا فاتني أحد ولا أظن، كذلك الأستاذ كمال بن جعفر، الأستاذ كمال بن جعفر، نعم، عبد الجليل عليان، والأستاذ عبد الجليل عليان. أظن أن هناك أيضا شراكات بينكم وبين جهات تركية. حقيقة هناك شراكات، هي بدأت منذ المهرجان الأول واستمرت ولله الحمد، أهمها شراكتنا مع أكاديمية اسطنبول، ممثلة بمديرها الدكتور محمد أغرغجي، يستحق الذكر، يستحق الذكر والشكر حقيقة. هذه الأكاديمية طبعا هي لها باع طويل في خدمة العربية، فتقاربها منا ليس بمستغرب حقيقة. نحن فعلا نعمل في نفس التوجه على نصب لواء العربية في هذا البلد. في بلاد المهجر. عود على ذي بدء، إلى ماذا تتطلع؟ ما الذي تودون تحقيقه في المستقبل القريب؟ تطلعنا حقيقة، نحن قلناها ربما في المهرجان الأول، رغبتنا الكبيرة أن نجعل إسطنبول، كوننا في إسطنبول، محجة للشعراء العرب. وهذا ليس لاستقطابهم من بلداننا العربية إلى هنا، ولكن هي حقيقة أن الجمعية أنشئت، ونحن كلنا مهاجرون هنا في تركيا، أنشئت الجمعية في إسطنبول. رغبتنا أن يكون هناك جسم متين قوي يستوعب الجميع، ليس له أي أجندات أو سياسات أو إملاءات من أي جهة، أن يكون منبرا حرا مستقلا يجمع الجميع من كافة بلدان العربية وحتى الشعراء الذين في المهجر أينما كانوا بإذن حسب الله. ما يعني نشرتم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدارة الجمعية الدولية للشعراء العرب واللجنة التي تشرف على هذا المهرجان، فإن هناك مشاركين شعراء من أكثر من 15 دولة. ماذا عن العراق في هذه الدورة وحصتها إذا كان لديك معلومات؟ والله لدينا نجوم من العراق، ولكن أخشى إن ذكرت أسماء من هم قادمون. يعني تقريبا من العدد القريب من الشعراء المشاركين من العراق ربما هناك 5 أو 6 شعراء. نعم. معنا، نعم، 5 شعراء من العراق. ممتاز. إضافة إلى مشاركات حتى في ندوات تقام على هامش المهرجان. جميل. إن شاء الله هناك أيضا مشاركة من العراق. لعل أذكر الدكتور وليد صراف، وأنا قادم إلى هنا كنت أستمع إلى تغريدته. نعم. على الفيسبوك. ما شاء الله، نشكر جميع الشعراء الوافدين وغيرهم صراحة الذين بدأوا يغردون معنا لهذا المهرجان، يحتفلون إن كانوا قادمين أو إن كانوا حتى هم ماكثين أينما كانوا بهذا الحدث والعرس العربي. دعنا نوضح الفكرة أكثر للسادة المشاهدين، ماذا فعلوا معكم هؤلاء الشعراء، سواء الذين سيشاركون بالمهرجان أو الذين هم لا يزالون يتابعونكم من وراء الحواسيب وشاشات الهواتف الذكية، ماذا فعلوا بالضبط؟ حقيقة منذ أكثر من شهرين لدينا قائمة مما يقارب 200 شاعر. نعم. ممن هم أعلنوا عن رغبتهم بالقدوم والمشاركة في المهرجان القادم دون أن يعرفوا تاريخهم. وهؤلاء الشعراء نحن نشعر بكل قلب ينبض بصدق لدعمنا عن بعد أو عن قرب. هناك من يعرف حقيقة أن الجمعية تقوم على أكتاف جيوبنا نحن أعضاء الجمعية صراحة، وأنشطتها جميعها، ليس هناك راعي دائم لأنشطتنا وليس هناك داعم أيضا ثابت، نسعى دائما أن نقدم ما نستطيع من جهد ومال وفكر. فهؤلاء الشعراء الكثير منهم حتى أعلن عن رغبته بالقدوم على نفقته الخاصة، ومنهم من يكلف هذا الكثير من حتى تذكر الطيارة أو غيرها أو إقامة أو ما شابه. هناك من بدأ يغرد، هناك حتى من غير صورته الشخصية إلى شعار المهرجان، هناك من تواصل معنا هاتفيا ليسمعنا كلمة طيبة لها قيمة كبيرة صراحة كقيمة أي دعم نحصل عليه. فهذه هذا نحن بالنهاية غايتنا الأولى أن نجتمع، وشعارنا هو لأن الشعر يجمعنا، وما زال هذا الشعار منذ انطلاقتنا الأولى واستمر معنا، وما زال الجميع الحمد لله يرددون هذا الشعار ونشعر بصدقهم حقيقة. هذا الصدق يعطينا من المعنويات والدوافع الكثير. نعم. لنستمر في انطلاقتنا. خذنا إلى بعض ما كتبه هؤلاء الشعراء، سواء المشاركين في المهرجان أو غيرهم ممن حالت دون وصولهم السبل، فكانوا معكم وأزروكم من خلال صفحاتهم في فيسبوك ومن خلال ما كتبوا من منشورات شعرية. والله
حقيقة هناك فيها. العشرات منهم، ولكني انتقي مجموعة مثلا ربما. نعم، أبدأ بالدكتور وليد الصراف من العراق، وله ولجميع التحية. تفضل. غرد يقول: نكبت عن كل بحر زهد ذي ثقتي، إن اللآلئ في أعماقه زبد ظمآنا، أطوي مفاز الذكريات ومن مدامعي كل أهل العشق قد وردوا. سجنت في بيت شعر أعصرا، عبرت بكل ما زرعوا فيها وما حصدوا، بنيت بالحرف مجبولا بمحض دمي جسرا، بنيت بالحرف مجبولا بمحض دمي جسرا، إلى لحظتي يمشي به الأبد، إذا نطقت أصاخ الدهر والتفتت عصوره، ودنت من بعضها المدد، وجاز رجع الصدى الدنيا ليسمعه. الله. وجاز رجع الصدى الدنيا ليسمعه، من فارقوها ومن هم بعد ما ولدوا. من فارقوها ومن هم بعد ما ولدوا. لابد أننا سنستمع إلى مزيد من القصائد منك أستاذ حسين العبد الله، سواء من قصائدك أو من قصائد من يؤازرونكم في مشروعنا، مشروع المغترب، مشروع العرب جميعا، مشروع الشعر والسمو بالكلمة والرسالة والهدف، مشروع الجمعية الدولية للشعراء العرب. ومن هنا يعني نؤكد اعتزاز الرافدين بتبني هذه الرسالة ومتابعتها بشكل دائم. الآن سنذهب لمشاهدة قصيدة لشاعر آخر ربما كان من الشعراء المشاركين معكم في هذا المهرجان، بعدها نعود لاستماع الجديد من القصائد، لكن هذه المرة قصيدة لحسين العبد الله. هل أنت جاهز؟ بإذن الله كريم. إذن نتابع القصيدة ومن ثم نعود مشاهدينا الكرام. نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن، وبعدها نعود رفقة ضيفنا. ابقوا معنا. اليوم في اسطنبول ريح عاتية، اليوم في اسطنبول ريح عاتية، والبرد يعبث في الدروب الخاوية، وحدائق تشكو وأخرى تكتفي بترنح الأشجار فيها عالية، والليل والأمطار مرآة بها مرت دمشق حزينة متهاوية. الوجه وجه الشام أعرفه كما عيناي تعرف وجه بنت غالية. الوجه وجه الشام أعرفه كما عيناي تعرف وجه بنت غالية، وحجابها المعقود أعرف خيطه ذاك الذي نسجته كف معاوية. مرت دمشق. مرت دمشق وألف ذئب خلفها يعلم، وألف كتيبة متغاوية، فالكل يعرف ما يريد، ووحدها هذه دمشق تسير نحو الهاوية. الكل يعرف ما يريد، ووحدها هذه دمشق تسير نحو الهاوية، مسكينة النشأ، مسكينة يا شام أنت يتيمة مثلي، وأنت صدى القلوب الباكية، مسكينة يا شام أنت، وكلنا مهما تأسفنا وحوش ضارية. وحدي جلست على السرير فغرفتي قرب الخليج على خواصر رابية. منها أطل على دمشق بمهجتي، ويداي تمسح دمع باب الجابية. أتلمس التاريخ،
أتلمس التاريخ أفتح بابه أرنو إلى تلك القطوف الدانية. من مر في الشام القديمة لحظة يدرك لمن راياته كانت عالية. من مر في الشام القديمة لحظة يدرك لمن راياته كانت عالية. والله لولا الشام، والله لولا الشام لم ترفع على قمم الحضارة في المدائن سارية. والله لولا الشام لم ترفع على قمم الحضارة في المدائن سارية. قبل اكتشاف الغرب، قبل اكتشاف الغرب سر دوائه، أهدت دمشق الغرب سر العافية. أهدت إلى الدنيا سحابا لم يزل إما ينابيعا وإما ساقية. لو أنصفت هذه الحضارة أهلها لأتت إلى أسوار جلق جاثية. لو أنصفت هذه الحضارة أهلها لأتت إلى أسوار جلق جاثية. من غرفتي والعام في اسطنبول يحملني على كف الثواني الباقية. من غرفتي والعام في اسطنبول يحملني على كف الثواني الباقية. وهدير أصوات الفراقح في السماء يقول لي سنوات عمرك فانية. قبلت خد الشام عبر قصيدتي، وسكبت شهد محبتي في القافية. وغفوت عل النوم يسكت دمعتي، أو عل أحلامي ترق لحالية. لا النوم في عيني ألقى رحله أبدا ولا أغمضت عيني ساسية. لا النوم في عيني ألقى رحله أبدا ولا أغمضت عيني ثانية. فالشام في إحدى عيوني جرحها، وجراح من ظلمني بها في الثانية. الشام في إحدى عيوني جرحها، وجراح من ظلموا بها في الثانية. اليوم في اسطنبول ريح عاتية، اليوم في اسطنبول ريح عاتية. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم من جديد. ولمن التحق بنا في هذه الساعة نذكركم ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الشاعر السوري أستاذ حسين العبد الله. من جديد إليك أستاذ حسين، وقصيدة لكم قبل أن نعود إلى من يعني غردوا معكم على هاشتاج غردوا معنا، لأن الشعر يجمعنا. قصيدة إلى الأستاذ حسين، تفضل. والله دائما أحب أن أطلق نبضة للفرات ومدينة الأحبة على قلبي وأقول تفضل. هذا السمار بوجنتي هوية، هذا السمار بوجنتي هوية. أولست تقرأ في سماري ديرا ما من لآلئ في جبيني، إنما سكب الفرات على جبيني نورا. أنا كيف أنسى يا فرات، أنا كيف أنسى يا فرات، وكلما عرق الجبين شممت منك عطورا. وإذا كتبت الشعر أنت مداده، ولكم سمعت من الحروف خريرا. وإذا كتبت الشعر أنت مداده، ولكم سمعت من الحروف خريرا. يا دير، يا دير قلبي بالضفائر كبلي، حر أنا إن كنت فيك أسيرا. يا ربة الحسن، يا ربة الحسن العفيف، أنا الذي من ثدي طهرك قد رضعت صغيرا، وعشقت عينك في الصبا فلثمتها، ونذرت شيبي للغرام سطورا. كم في سماك البدر حط رحاله، كم في سماك البدر حط رحاله، وراح يشرب من هواك خمورا. ولكم أطال الليل فيك رقاده، ففرشت رمشك للنجوم حصيرا. يا ويح قلبي، يا ويح قلبي، كيف حالك بعدنا، إذ شمل أهلك قد غدا منثورا. سكن البغاة هناك واسع دورنا، وهنا سكننا ملجأ وجحورا. سكن البغاة هناك واسع دورنا، وهنا سكننا ملجأ وجحورا. عيشي بقصر في المهاجر ميتة، فالعيش فيك وإن سكنت قبورا. عيشي بقصر في المهاجر ميتة، فالعيش فيك وإن سكنت قبورا. مدي ربيعك فوق جفن فراتنا، فلعل جفنيا
أن ينام قريرا. فلعل جفني أن ينام قريرا وعسى أن تقر عيناك. دعنا نذهب قليلا إلى دير الزور قبل أن نعود إلى المهرجان الشعري الثاني الذي تقيمه الجمعية الدولية للشعراء العرب. كيف يمكن لهذا الوطن أن يستعيد رونقه، نقاءه، بياضه، فطرته التي لا تزال تتآكل شيئا فشيئا هذا الوجه الآخذ للأسف بالتشوه، بدلا من يعني استيراد ملامح الجمال الغائبة عنه؟ كيف يمكن أن يعود هذا الوطن وطنا حقيقيا؟ والله يا سيدي، لو ذهبنا إلى ما قاله الله عز وجل الذي أوصانا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التفرق مشكلة، وحتى من التحديات للنبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف. ألفة القلوب عندما تزداد الفرقة فيما بيننا هي دائما، وذكرت هذا من قبل ربما على هذا الكرسي، أن هذه الفرقة دائما هي النافذة التي يتغلغل من خلالها كل عدو لهذه الأمة، إن كان من أبناء جلدتها أو من هم من الخارج. نحن اليوم الفرقة هذه من أحد مشاهدها بالمناسبة، كل من هاجروا، واليوم لدينا ملايين من هاجروا من سوريا بشكل عام، وهنا قرابة أكثر من نصف مليون من هاجروا من دير الزور مدينتي. هؤلاء المهاجرين ومنهم نحن، عندما يزداد انتمائنا للخارج وننسى هذا الوطن فهذه مشكلة كبيرة جدا. ولهذا نحن عندما نقيم هذا الصرح الحضاري، الصرح الثقافي، المشهد العربي، أعود إليه لأنه ينصب في ذات ما نتكلم عنه صراحة. يتساءل البعض ويقول يا أخي أنتم ربما تنفقون بعض المال أو الكثير منه لتقيموا هذا المنبر، ما الفائدة منه؟ دعونا نطعم الكثير من الجياع. وأنا أقول له، وهذه هناك حقيقة فلسفة للأولويات، هناك حكمة في موضوع الأولويات. لو كنا نقر أن دائما بطن الجاع هي أولى من كل شيء، إذن سنغلق المدارس والمعاهد والجامعات. نعم. وما ننفقه في هذه الأبواب ونذهب ونطعم فقط الجياع. نعم، نحن نقول هؤلاء الجياع همهم همنا، ويجب أن نقدم لهم ما نستطيع، ولكن بناء الوعي، بناء الهوية في الخارج. نحن اليوم نتمسك بهوية نخشى عليها من الضياع، وهذا الحرص ندعو ونطلق صرخة لكل من يسمعه صراحة، أن يشعر أولا بقيمته، ثم أن يمد قلبه وفكره وماله وجهده في هذا الباب، لأنه ليس بالباب لو همشناه وتجاهلناه هذا جزء من الأمة ينهار. على ما يبدو أن خصوصا ماله، والله ربما نعم، لأن هناك من نقولها بشفافية. تفضل. لأننا عندما أردنا أن نقيم هذا المهرجان ووضعنا ميزانية له، الميزانية مرعبة لأشخاص، نحن لسنا لا رجال أعمال، وهناك من أعضاء بنيان هذا الجسم من تعرفهم أستاذ مصطفى، ظروفهم صعبة جدا، وهناك من اضطر إلى مغادرة بيته في هذه الظروف الإدارية والتنظيمات الجديدة في تركيا التي يعلمها الجميع. فلدينا مشقات كثيرة نعاني منها أشخاص وعوائل هنا. ومن نظر إلى الميزانية التي وضعناها سيقول، وعذرا بين قوسين، إما أنكم مجانين أو أنكم تضربون شيء من المستحيل تواجهونه. ولكن عندما انطلقنا واتجهنا إلى من يؤمن بالفكرة، إن كانوا جهات أو إن كانوا بعض الأشخاص، نعم وجدنا هناك من الدعم ما أقام الكثير أو جزء كبير مما نحتاجه صراحة، وبقي علينا لا شك أيضا جزء كبير نقدمه نحن. فهذا الإيمان بالفكرة هو انطلاقة قبل كل شيء. من آمن بها سيعرف حقيقة أن تقديم المال والجهد والسهر وما نفعله الآن هنا، نحن نقطع مئات الكيلومترات والناس ربما لا تعلم، ولا نريد أن نتكلم لكي لا يقول بعض نعم ستطنطنون وتغردون كثيرا وتبالغون بما فعلتم. لا نريد أن نتكلم، نريد فعلا أن ننجز، والإنجاز إذا تحدث عن نفسه ستكون سعادتنا تفوق كل ما عانيناه بكل تأكيد. جميل هذا الكلام، وأكيد هذه ذاتها الرسالة التي يتبناها كامل أعضاء الجمعية الدولية للشعراء العرب لديكم. من جديد خذنا إلى من دعموكم بالكلمة وقراءات في بعض هذه الإضاءات الشعرية لتقرأها بصوتك، ولكن منطلقا من قلوب أصحابها. والله أول من بادر ربما، والجميع هم مبادرون، حبيبنا الأستاذ الشاعر محمد عياف العموش من الأردن لاطفنا ببعض الأبيات. تفضل. ذكر فيها أعضاء حتى الجمعية والقائمين في اللجنة على هذا المهرجان. نعم. فقال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه،
وأيقن أن لاحقان بأنقرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول شعرا أو نعيش فنشعر. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول شعرا أو نعيش فنشعر، ونلقى بإسطنبول يا قلب مصطفى حسينا أبو راس وريما وجعفر، ونلقى بها أنس الدغيم ومثلهم غمام من الياسمين بالعطر أمطرا، ويبصر فيها من لميس بلاغة تراقص هذا النهر بالعزف مدجرا. الله الله، جميل جميل هذا. الآن لابد من العودة إلى حسين عبد الله وقصيدة، حتى إن كان مما تحفظ أو إن كان من قديمك فقديمك جديد لدينا. والله مع عذوبة العموش جديدة. حبيبنا ربما أذهب إلى قصيدة غزلية. تفضل. أقول: يا سندباد الشعر قالت هاتها، كفيك خذني للمسافات البعيدة، هبني جناحي بيت شعر ثم طربي كي أكون من النساء أنا فريدة. يا سندباد الشعر قالت هاتها، كفيك خذني للمسافات البعيدة، هبني جناحي بيت شعر ثم طربي كي أكون من النساء أنا فريدة. لما دنت مني رأتها نجمة غارت، فكانت دون ما بدر وحيدة. بالله طر يا سندبادي، ها هنا في حضن شعرك لا حروب ولا مكيدة. ففردت أجنحتي وقلت: تمسكي. قبلتها طرنا لأحلام سعيدة، من لمسة نبت الربيع على يدي، وبقبلة نبتت على شفتي. قصيدة. جميل. لا فضفوك، لابد الآن أن نخرج إلى فاصل قصير بعد هذه الوجبة الدسمة من شعرك وأشعار كل من يحبون يعني مصطفى مطر أو حسين عبد الله وجميع الزملاء الذين لهم كل قدر محفوظ في العين قبل الرؤوس في مشروع الجمعية الدولية للشعراء العرب. لابد الآن أن نخرج إلى فاصل، بعده نعود للحديث قليل عن الأم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين الكرام، ولا نزال في رحاب هذا العدد الخاص من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، الجديد من القصائد أو الجديد من مشاركات شعراء أيضا، تواصلوا مع شعراء آخرين قدموا مبادرة فوجدوا من يساندهم. الآن سنقف عند سؤال مع السيد حسين قبل أن نذهب إلى الشعر. قبل أن نذهب إلى الشعر وسأدعو لك الفرصة المناسبة حتى تنتقي ما تشاء، دعنا نتحدث قليلا عن أبرز الدول المشاركة في المهرجان الجديد. والله هم ولا شك جميع الدول بارزين لدينا. عندما نتكلم عن 15 دولة عربية تشارك معنا،
وكان هناك مجال طبعا هناك مشاركين ربما من اكثر ربما جميع دولنا العربيه هناك شعراء، ولكن امكانيه الاستيعاب ليس فقط كاحتياجات ماليه لدعم المهرجان، ولكن ايضا طاقه استيعاب. لدينا الان 55 شاعر مشارك، لا يمكن ان نستوعب اكثر من هذا العدد، فكان الاكتفاء بحوالي 35 شاعر قادمين من الخارج. لدينا من المغرب، من تونس، من ليبيا، من مصر، من الأردن، فلسطين، العراق، سوريا، لدينا من الكويت، من السعودية، من اليمن. ربما جولة على مختلف دول يعني العالم يعني العربي، مختلف دول، السودان، السودان أيضا وموريتانيا حاضرين معنا. جميل. كان بعضهم يسألني بالأمس عندما بدأ الأحبة ينشرون ربما الدعوات التي وجهناها لهم مشكورين، فيقولون لعل ذات الشعراء الذين شاركوا معكم في الدورة الأولى نراهم الآن في الدورة الثانية. فأعطيناهم حتى بالرقم والتفصيل أن هناك قرابة 35 شاعر مشاركين لأول مرة في هذه الدورة. ولكن ولا شك هناك شعراء هم صراحة نعتبرهم من بنات هذا الصرح، وخاصة الشعراء الموجودين في تركيا الذين شاركوا في المهرجان السابق. نعم، هم سيكونون حاضرين معنا. ويا ليت كان لدينا هناك متسع للاستيعاب. هم من أصحاب البيت أنتم، هكذا تعودونهم. أكيد طبعا. نعم أكيد ولا شك. إلى الشعر مجددا، ماذا والله تحب أن تقرأ؟ أنا سأعود إلى الأم. هناك من الطريف، ألقيت قصيدة في بيت القصيد في لقائنا السابق، كانت عن الأب. نعم. التي كان مطلعها: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. نعم. الحمد لله كتب الله لها النجاح، وهذه أنا كتبتها في بر والدي رحمه الله. هناك من اشتكى من عقوق أبيه، وكنت ذكرني بقصيدة كتبتها، فعلا أتتني شكوى من أب صديق هو عزيز على القلب ومن داخل سوريا للأمانة. وللأسف هذه الأحوال جعلت ربما بعض الأبناء يقصرون في حق أبائهم، لعله ليس بالعقوق ولكنه تقصير، ولكن حرقة الأب حين كان يكلمني كانت كبيرة جدا. فكتبت أبيات منذ مدة، عدت لأننا نتكلم عن الأب، عدت إليها وكنت أقول فيها على لسانه: أكل الزمان بني قمحي، ها أنا هرمت وأمست سهل كفي بورا، في كل سطر من مشيبي قصة، وكتبت أنت من المشيب سطور. في كل سطر من مشيبي قصة، وكتبت أنت من المشيب سطورا. كنت السمير إذا أصابك وحشة، وظننت تغدو في المشيب سميرا، وفرشت جفني في صباك وسادة، فهجرت فرشك حين صرت كبيرا. الله الله، أعد البيت الأخير. وفرشت جفني في صباك وسادة، فهجرت فرشك حين صرت كبيرا، وسقيت عودك واستقام رجوته سندا لعودي، إن غدا مكسورا. فتركت عودي بل أراك كسرته، وتركت قلبي يا بني كسيرا. فتركت عودي بل أراك كسرته، وتركت قلبي يا بني كسيرا. كم مرة عيد ما أتيت مكبرا أعلى ضريحي ترفع التكبيرا. أخشى إذا ما دمع عيني قد هوى تهوي، فديتك في لظى مثبورا. أقبل وقبل يا بني يد الرضا، أقبل وقبل يا بني يد الرضا، عبثا تقبل إن رحلت قبورا. زادك الله رفعة وشأنا ورزقك العمر الطويل والشعر الجميل. من جديد، ما هي حكاية هذا الشعار الذي تثبته على البذلة التي ترتديها أستاذ حسين؟ والله هذا الشعار خرجنا من المهرجان الأول، نحن كنا نضعه. نعم. والحمد لله شاركنا الأحبة أيضا، هناك عشرات أو أكثر من 100 من وضعوه معنا. وللأمانة والحقيقة نقولها بكل سعادة وفخر أنني شخصيا عندما عدت وأنا أرتديه بعد نجاحنا من فضل الكريم في المهرجان الأول وهمة من كانوا معنا،
كان بودي أن أنام الشعار على صدري صراحة. واليوم نحن عدنا لذات الشعار، نحن على بعد خفقات ونبضات من المهرجان، وجميل أن نعلن أنه سيكون في أيام 20 و21 و22 من هذا الشهر، بعد أربعة أيام، بعد أربعة أيام على مسرح كلية الإلهيات في جامعة مرمرة بأسكودار في الطرف الآسيوي من إسطنبول. وهذه دعوة لكل من يشاهدنا من إسطنبول ومن تركيا أن ينضم لعنا. سيكون انطلاق الساعة الثانية في كل يوم ثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساء إن شاء الله. أكيد نتمنى لكم كل توفيق. وحتى ننتقل إلى موضوع آخر مختلف ونكتفي بهذا القدر فيما يخص مهرجان الشرق العربي الذي يضم شعراء من العراق وغيرها من الدول، الآن نريد أن نعرف ما هي الرسالة التي تودون أن تعود عليكم كتغذية راجعة، سواء من الجمهور الذي سيتابع مهرجانكم أو من الضيوف الذين سيأمون ويحجون إلى هذا المنبر السنوي الجميل لا سيما في هذه السنة. ما المرجو والمأمول؟ لو تكلمنا عن حقيقة واقعنا كعرب اليوم، هناك من ينظر لنا من الخارج وخاصة حتى من البلدان التي هاجرنا إليها أننا وللأسف ونقولها بكل شفافية أننا دعاة ربما إرهاب وتدمير، أننا لسنا أبناء حضارة وثقافة عظيمة، وهذا يزيد من دوافعنا وهمتنا أن نقول لا. سأبدأ مما سمعناه في المهرجان الأول، وكان معي أحد الأكاديميين الأتراك وقلتها في أحد اللقاءات، وكنت حضرتك معي في أحد القنوات التلفزيونية أستاذ مصطفى بعد المهرجان. هذا الدكتور التركي وهو يتكلم العربية بطلاقة، عندما انتهى المهرجان قال لي يا أستاذ حسين هؤلاء هم العرب، هؤلاء هم أنتم، أين أنتم؟ نريد أن نشاهد العربي ابن الحضارة العظيمة، ابن التاريخ العظيم، ابن الثقافة العظيمة، أن يري الناس من هم العرب. نحن لسنا أرباب حروب وقتل ودمار، لا أبدا، نحن أناس نخضع لظلم، نخضع لمؤامرات كبيرة من داخل بلداننا ومن خارجها. فهذا لا يعني أن هذه الشعوب لا ما أتينا إلى تركيا والله إلا لنفعل فيها كل خير ونزرع فيها كل بذرة خير. نحن نوجه رسالة الآن إلى تركيا، هناك من شعب تركيا من ربما جعل بعض الإعلام على عيونه غمامة، لا يرى حقيقة الواقع، لا يرى حقيقة هؤلاء المشردين. في قلوبنا رغبة لا تنقطع ولا تقف في العودة إلى بلداننا. نحن لم نأتي لنعمر بيوتا هنا، رغبتنا دائما أن نعود، ولكن يجب أن نظهر لهم ماذا لدينا نحن العرب كثقافة كقيمة كجمال من التواصل الثقافي والحضاري بدلا من الصراعات الجانبية. بكل تأكيد أن يكون هناك تكامل وتناغم. بكل تأكيد، ونحن الحمد لله أعتقد كبداية ما فعلنا حتى اليوم وما وجدنا هو شيء كبير ومثمر، وإن شاء الله يكون أكبر وأكبر ويستمر بإذن الله الكريم. إلى الأم والتي يستمر حبنا لها أيضا، خذنا إلى أمك قبل القصيدة بخطرة أو بخاطرة وعبرة. ماذا أنت سأقرأ للأم قبل القصيدة؟ لا أريد لا أريد قصيدة الآن، بارك الله فيك أستاذ مصطفى، أنا أريد منك أن تتخيلها أمامك متجسدة. لو قدر لك أن تجدها أمامك الآن ماذا ستقول؟ والله أنا لا أقول عادة لأمي، أنا اعتدت أن أقبلها، أن أنظر في عينيها لأرشف مما فيها من حب. أمي هي التي علمتني الشعر دون أن تعلمني الشعر، دون أن تلقنني الشعر. العاطفة التي في أمهاتنا، ولا أتكلم عن أمي، ربما الأم الفراتية وستقول لي حتى الأم الغزاوية ولا شك، والأم العراقية، والأم العراقية نعم، هم منبع، هم منبع العاطفة، هم منبع الحنان، كلامهم شعر معنا، نبرة أصواتهن شعر، كل ما يقدموه لنا، حتى النظرة هذه تسقينا الكثير. فأنا والله عندما أعود وأرى أمي سأحاول فقط أن أنهل الكثير مما فاتني ربما وندمت عليه بعد رحيلها رحمه الله. هل نحن الآن من هذه والله القصيدة؟ أنا أكتب لأمي كثيرا، وربما لأنك من الأحبة المقربين إلى القلب تعرف حقيقة هذا. تسلم. ودائما أقول لو أخشى لولا خشيتي أن الناس ستقول لي مللنا لنشرت كل يوم عن الأم قصيدة يعني. نعم. أقول في قصيدة نشرتها مؤخرا وأسميتها سفير من قلب أمي. نعم. أحبو وتسبقني الدروب تسير، ومضى من العمر القصير كثير. أحبو وتسبقني الدروب تسير، ومضى من العمر القصير كثير. ما كنت من فوق الدروب يسير، لكني الذي فوق الدروب تسير.
وعلام أسرعوا، وعلام أسرعوا، والطريق معبد بالموت، والرصفان فيه قبور، أين المسير؟ أين المسير وكل أحلامي التي شيدتها خلفي فأين أسير؟ الله. أين المسير وكل أحلامي التي شيدتها خلفي فأين أسير نحو الحبيبة أيهن؟ فإنني في ظنهن بكلهن أسير نحو السراب، إذا سأحبو، فالسراب إذا بلغت رحابه سيغور نحو المدينة حيث أمي لا تذكرني، لا تذكرني، فقد يغتالني التذكير أمي، أمي تعال بذكرها ننسى الهموم، فذكر أمي يا سمير سمير. للشمس، للشمس كرسي هناك ببيتنا، فرفاق أمي الشمس والتنور، وحصيرها، وحصيرها في الحي كان حرملكا، وتغار من ذاك الحصير قصور، وحصيرها في الحي كان حرملكا، وتغار من ذاك الحصير قصوره، وبكفها، وبكفها مسك وسل حبل الغسيل، فلم يزل يبكي وفيه عبير. وبخورها، وبخورها، وبخورها من دخنة التنور، يا باريس يا باريس، هل من مثل ذاك عطور؟ ووضوء أمي، ووضوء أمي حفنتان من الفرات، لذاك يسكن وجه أمي النور. ووضوء أمي حفنتان من الفرات، لذاك يسكن وجه أمي النور، وإذا حكت فكأنما نطق الفرات، فصوتها عذب وفيه خرير، فصوتها عذب وفيه خرير. وبعينها، وبعينها حور، وألف قصيدة ملمون ليزا حين تذكر حور. وبعينها، وبعينها حور، وألف قصيدة ملمون ليزا حين تذكر حور، أحتاج بحرا يا خليل لأجلها، لم توفي أمي يا خليل بحور، أحتاج بحرا يا خليل لأجلها، لم توفي أمي يا خليل بحور. فأراه ينقص كامل في وصفها، وبوصفها إن الطويل قصير. جميل. أمي، أمي التي للجار نصف رغيفها، والضيف يأكل نصفه، وطيور سلطانة كانت لأعظم دولة، سلطانة كانت لأعظم دولة، فيها تساوى حاجب ووزير، في قلب أمي دولة الحب التي منها أنا للعالمين سفير. في قلب أمي، في قلب أمي دولة الحب التي منها أنا للعالمين سفير. شيعتها، شيعتها والشمس خلف غمامة تبكي، وشيعها مع العصفور، والباب أمسك نعشها، لا ترحلوا ردوا الحنونة، ثم ناح الدور. وعلام يا حفار تحفر قبرها، وعلام يا حفار تحفر قبرها، أمي لها كل الصدور قبور. وعلام يا حفار، وعلام يا حفار تحفر قبرها، أمي، أمي لها كل الصدور قبور. وحثوت، وحثوت، لم أحث التراب، وإنما روحي حثوت، وفي الضلوع زئير. ورجعت، ورجعت، والدرب الذي سرنا به نبتت عليه قصيدة وسطور، حتى ما أبقى، حتى ما أبقى يا دروب مهاجرا، ومتى لأمي يا دروب أحور. حتى ما، حتى ما أبقى يا دروب مهاجرا، ومتى، ومتى لأمي يا دروب أحور. فليرزقك الله العمر المديد والقلب السعيد دائما. أستاذ حسين العبد الله، دعنا نتحدث اليوم عما يحتاجه الشعراء السوريون في بلاد المغترب. ما هي أكثر القيم التي هم بحاجة إلى التشبث بها أكثر اليوم؟ يا سيدي، الشاعر يجب أن يؤمن بداية أنه ليس شخصا عاديا. نعم، نعم، الشاعر صاحب قيمة لا تحسب لأي شخص آخر، لأن الشاعر يمثل أهله وطنه، وبشكل أوسع يمثل الإنسانية في النهاية. نعم، الشاعر صاحب قضية، صاحب رسالة أيا كان. واليوم عندما نتكلم عن الهجرة والغربة وما نعاني منه، هناك شعراء ولدوا أصلا في هذه السنوات من ما نعانيه، هناك من كان لديهم ربما موهبة وصقلتها الأحداث وصقلتها المواجع.
فإذا كانت هذه المواجع هي من تصنعنا لسنا بحاجة للمزيد منها، ما عندنا منها يكفينا صراحة. فنحن كشعراء وربما نحن كأناس بشكل عام نحتاج إلى ألفة، إلى محبة، إلى تقارب، إلى تعاضد، إلى مشاركة بالأفكار، بالأطروحات، بالرؤى. كيف نكون حملة رسالة من دون أن نضع منهجية لما نقوم به، من دون أن نتكاتف، من دون أن نتعاضد؟ لا بأس مثلا كشعراء أن يكون لدينا حتى منتديات عدة، جمعيات، مؤسسات، لا ضير في هذا صراحة. عندما يكون التنافس لنلتقي، لا يكون التنافس لنفترق. جميل. دائما سيجمعنا شيء واحد. ولهذا أعود وأقول، وجميل أن نكررها دائما، عندما قلنا لأن الشعر يجمعنا، لأن هي تفسر ما قبلها، ونحن تركنا ما قبلها الكثير. نحن نقول لأن الشعر يجمعنا، ما الذي قبلها؟ نحن نقدم الحب لأن الشعر يجمعنا، نحن نمد أيادينا لأن الشعر يجمعنا، نحن نفعل كل ما نفعل لأن الشعر يجمعنا. فهذه رسالة أنا أظن وأكاد أجزم أن كل من يحمل ذات الفكر هو يتلاقح معنا ويلتقي معنا في هذا التوجه، وبإذن الله نبقى قلوبا واحدة وأيدي واحدة بإذن في الله. هذا السعد بإذن الله رب العالمين. الأحبة يطلبون قصيدة جديدة، ولا مفر من الإجابة، ستكون مسك الختام. فماذا عساك قارئ علينا هذه المرة كمسك للختام؟ لك الكلمة، تفضل. لأننا نتكلم عن لأن الشعر يجمعنا، سأختم بقصيدة كتبتها في تونس لتونس الحبيبة. تفضل. هذه القصائد صغتها ونسجتها، يا تونس الخضراء حتى تلبسي، ما جئت كي أكسوك حسنا، إنما أنا والقصيد بحسن تونس نكتسي. يتماني يتمي قد فقدت كليهما، وطني وأمي، من يرق لمتعسي؟ ناديت يا صنعاء، ناديت يا صنعاء، ثم وجدتني مثل الفقير إذا استغاث بمفلسي. وصرخت يا بغداد، وصرخت يا بغداد، ويحي ما بها، ويحي ما بها مثلي تولول من ليال خنسي. وصرخت يا بغداد، ويحي ما بها مثلي تولول من ليال خنسي. وأتيت يا خضراء، وأتيت يا خضراء، قلبي متعب، وضعي يديك على الضلوع، تحسسي عطشانة الروح، وجفت مقلتي، فلتعصر المشموم حتى أحتسي، ولتسكبي أنسا علي، فإنما سموك تونس كي فؤادي تؤنسي. الله. ولتسكبي أنسا علي، فإنهم سموك تونس كي فؤادي تؤنسي. سمراء أنت، سمراء أنت، وغادة عربية، والحسن شرقي وإن تتفرنسي. سمراء أنت، وغادة عربية، والحسن شرقي وإن تتفرنسي. أهواك، أهواك يا من نرجس بشهيقها، والياسمين زفيرها، فتنفسي شطران، شطران مثل الشعر قلبي في الهوى، النصف سوري ونصف تونسي. النصف سوري ونصف تونسي. لكن ربما أسألك سائل، لماذا قلت وإن تتفرنسي وكأنك مقر بفرنستها؟ لماذا لم تقل ولن تتفرنسي؟ هم هذه الوان هي تحدي لمن يتفرنس، ولذلك هم سألوني، أنا ألقيتها في تونس صراحة أول مرة. تحدي لفرنست بلاد المغرب العربي الكبير بشكل عام. تحدي لمن يريد أن يتفرنس، وليس تحدي أكيد لأهل تونس الأحبة. الآن لابد من رسالة ختام إلى سوريا التي تحب، ماذا عساك قائل؟ والله سوريا، أنا بداية أقول راجعون بإذن الله، مهما طال البعد ومهما طال الفراق عن هذه الأرض التي أعطتنا الكثير، هذه الأرض الطاهرة، هذا التراب العفيف، هذه البلد المعطاءة، عائدون بإذن الله الكريم. المواجع كثرت، نعم، وهمومنا كثيرة، ونتشاطر هذا لا شك مع العراق واليمن وفلسطين، نعم، والكثير من بلداننا، ولكن نقول لن نخون هذه الأوطان مهما ابتعدنا عنها، لن نخون هذه الأوطان، وبإذن الله سنعود. بإذن الله نتمنى لكم التوفيق. أستاذ حسين العبدالله، المدير التنفيذي للجمعية الدولية للشعراء العرب ونائب رئيسها ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشعر العربي في دورته الثانية التي ستكون بعد 3 أو 4 أيام في إسطنبول.
سعدت جدا بهذا اللقاء العفوي أكبر. الأخوي الجميل. سعادتي أكبر. لا يعلم المشاهدون أنه كان اتصال هكذا عفوي وأتينا دون تحضيرات، ولكننا الحمد لله عندما تجتمع قلوبنا الزهرة دائما تكون موجودة وعطرة. وشكرا للرافدين، كانوا حاضرين معنا في المهرجان الأول وأكيد إن شاء الله سيكونوا حاضرين بلا شك دائما. نحن في الرافدين سنكون حاضرين معكم، وعن نفسي كانت حلقة جديدة وهذا ما أتمناه لدى عموم السادة المشاهدين. شكرا جزيلا لك على تشريفنا في بيت القصيد أستاذ حسين العبد الله الشاعر السوري. المحبة والشكر لكم حبيبي. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، ومن يدري ربما كانت شاعرة. حتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.